انا طلب مني ثلاث حاجات. واحد، اقسط غرام الكهرباء 5 سنين. هقرا لكم دلوقتي. قلت على جثتي ولا يوم ولا جنيه. ده مال مرتضى ولا مالكم؟ مش ده كهرباء اللي عمل لكم مش عارف ايه كده؟ وكل القنوات الحقيره بتستضيفوا. انا قلت لكم احنا في زمن عجيب. اتفضل. نمرة 2، احنا كسبنا كل قضايا نادي القرض اللي هنا، كل البلاغات اللي عملها اتحفظت، كل قضايا اترفعت خسرها. طلب مني انسى قضية نادي القرض. ولو تلاحظوا ان من اول ما فجرت قضية نادي القرض بعدها على طول حصل عزل. قلت مكمل، واديت تعليمات للبيه مدير النادي، اليافطة اللي قطعوها ترجع تاني تنور، نادي الزمالك نادي القرض الحقيقي. نمرة 3، كرامتكم وكبريائكم اللي فيه ناس للأسف مش عايزة تحافظ عليه، أعمل اعتذار مهين ليكوا قبل ما يكون ليا. سقطوا أهي. أعمل فيديو، أطلع في التلفزيون، أقول الآتي: في أسماء كتير وكبيرة بدأت تتكلم عن مبادرة لمصالحة الناديين الكبار، وهو الحقيقة مطلب لمصلحة الجميع. إيه اللي معطل تحقيقه؟ أنا عن نفسي، خلي بالكم، كرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، هنا مش مرتضى منصور، هنا مين؟ رئيس مجلس، أنا رئيس الزمالك. عشان ترفعوا راسكم لفوق ضحيت بحريتي. التنافس اللي قاله 100 سنة. أنتوا هتمشوا كلكم تقطعين الراس. أنا عن نفسي كرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور موافق. ومعاهم كل المصريين الوطنيين، والمرة اللي فاتت قلت أنا مستعد أروح للنادي الأهلي وبدعو الخطيب يزور الملك، حصل في قناة الزمالك ومستني بقى، وعارف إن ممكن يكون هيعطل ده إن أخويا كابتن الخطيب زعلان، عايز أقول له إنه على راسي، ده لو راسي اتقطعت مش هقول ده، وهتشوف أنا قلت إيه ردي، عشان يقول لك إيه؟ دي خناقة بينهم، العيال السفنة المجرمين اللي زي كان لابسين أسود النهارده اللي مش هيشموا المدرجات تاني، مش هيشموها، دول مش زملكاويه، هنتكلم عنهم.